ولا اخونا الشريكي يعني بديت طبعا مستر سنة معايا مساء بتقول لك مهم جدا كلنا وعمالين بقى ايه عمالين كده ورا بعضينا كده كلنا تعب بيبقى وقت الشغل وقت ضغط الشغل وقت الشغل ما يبقاش عندنا الا في رمضان موضوع هو ضغط الشغل كده تعالى الوالد هنا بتقول ان المهنة عبر عن جد عبر عن جد احنا اقول لك انا شغال فيها من 67 يعني ما وانا قاعد مع ابويا شغال فيها من 67 الشغلانه دي حاضر ايه ده العربيه بتيجي هنا بتحفظ دي بتحفظ التاني طبعا انت بتيجي بجمازة عايز نمازة نص عايز بلاطه في زبون نمازة بنودي له بتاع عصير بتاع طبل هندي جزار قبل ما تعمل كدجاج من ايام نمازة ملوك قديم الزمن يعني المهنه دي زمان اختلفت عن دلوقتي شويه ايه اختلفت البيع الناس ما بقتش تشتري زي الاول لا طبعا قلل يعني ده يعني قرض شويه عن الاول بالنسبه لايه ان في تلاجات بقى دلوقتي في البيوت والشوارع والبليزر والكلام ده فطبعا قلل لكن الاول ما كانتش قليله لما كان في البيت يجي يشتري حته لما صغيره كده على قد الشوارع بقى ساعه حاجات السعر اختلف شويه عن زمان طبعا الأول كان ده ماضي الفرصة خمسة عريفة نادب بعشرة اتناشر جنيه السقف ده خشب أما ده السلوك ده دي اسمها حفظة أسمنت ورمل يعني كده بتبني زي ما يكون بتبني شقة بتحافظ على التلك ايه اسمها حفظة دي اسمها حفظة بدل ما ترمي في الأرض هنا لا